شفت يا استاذ حامد الراجل اللي وثقنا فيه طلع حرامي؟ بس انا مش مصدق انه حرامي. مش مهم انك تصدق، المهم ان النيابه هي اللي تصدق. يبقى الشخص ده هو السبب في المشكله بتاعت البيت. تمام، ضحك علينا وقدم لنا اقرارات مزوره ان السكان اخلوا البيت. شفت يا سيدي، ادي الراجل اللي احنا وثقنا فيه. انت اللي شغلته في الشركه من الاول. ايوه، وانا اللي اديته الفلوس عشان يدفعها للسكان، مش كده؟ تمام. عموما فلوس الشركه هترجع لانها فلوس حلال. والبيت؟ لا، عقد البيت مش باسم الشركه، ده باسمي انا. شوف بختي، عشان كده هضطر اتحمل المسؤوليه وادخل حساب البيت ده من حساب الخاص. بس احنا بقى عايزين البيت. انتوا مين؟ انتوا احنا. ايوه، مين يعني؟ انت ولا هناء ولا الورثه كلهم؟ ما انت عارف ان الشركه باسم الوالد وملكه، يعني ملك الورثه بتوعه اللي هم هناء وانا وبقيه الورثه. وانا شماعه. وانا ماليش نصيب في ده كله. جرى يا استاذ حامد، انا ليا نصيب في الشركه دي واكبر نصيب فيها كمان. صحيح، انت معذور، انت اصلا كنت صغير لما انا استلمت الشركه دي اوضتين تحت في البدروم. انا يا استاذ حامد اللي كبرت الشركه ووصلتها للي هي فيه دلوقتي. بس الاصول باسم الوالد. اصول ايه؟ هي دكان البقاله؟ دي شركه محترمه يا استاذ حامد، شركة ضخمة بتنفذ مشروعات كبيرة، أغلب المشروعات دي باسمي أنا. نعمل إيه؟ العملاء ما بيثقوش إلا في كلمتي أنا. كلمتي بالنسبة لهم ميثاق. حتى الشركة بقى اسمها عبد الرحمن الأشموني للمقاولات. مش كده ولا إيه؟ يعني إيه؟ إحنا مالناش حاجة؟ لا، أهي الحق حبيب الله يا راجل. ليكوا طبعًا. ليكوا الأوضتين اللي تحت في البدروم بالمكاتب اللي فيهم. وهدية مني ليكوا كمان الأستاذ عباس. بس بعد ربنا ما يفك سجنه. على العموم مش هنختلف، احنا بس عايزين نعرف راسنا من رجلينا. انت برضه هتقول لي احنا تاني؟ يا استاذ حامد، لما تتكلم باسم الورثه لازم يبقى معاك توكيل رسمي عام علشان تعرف تاخد اجراءاتك القانونيه مظبوط. ما علموكش كده في الكليه ولا ايه؟ عموما ميزانيه الشركه موجوده سنه بسنه، حسابات الارباح والخسائر موجوده، ومش اي كلام، معتمدة من أكبر مكاتب المحاسبة في البلد، منهم أساتذة كانوا بيدرسوا لك. أيوة مديحة. الأوراق اللي طلبتها يا فندم. اديها للأستاذ حامد. اتفضل يا أستاذ حامد. دي صورة من ميزانيات المشاريع اللي احنا عملناها والعقارات اللي احنا اشتريناها بما فيهم البيت بتاع حارة علوة. كان ممكن ببساطة تطلبها مني، تاخدها وتراجعها هنا على مكتبي. اتفضل. اتفضل اقعد استريح على المكتب وراجع الميزانيات دي على اقل من مهلك. انا عايزك تتعود على المكتب ده عشان لما تقعد عليه بعدين ما تلقش. انا خارج يا مديحه، اذا حد سال عليا قولوا له ان هو راجع، بس بكره من النجمه. حاضر يا فندم. اتفضل. دماغي بتتفرتك، دماغي. اديني حبه ارجوك، اديني حبه. ما الدكتور كان عايز يديلك حقن بدل الحبوب، انت اللي ما رضيتش. اديني قرص لو سمحت من اللي معاك. هجيب لك منين حبوب دلوقتي؟ من اي مكان، المهم اديني ارجوك. بس اهدى اهدى، ما ادور في جيبي يمكن الاقي لك حبايه. بسرعه. ايوه اهي خلاص. منين جبت الحبوب هاي؟ الحقن كمان مفعولها هيكون أسرع وأحسن. الحقن مفعولها أقوى بكتير من الحبوب. قراص ايه دي كمان؟ هما كانوا قالوا لك ان انا دكتور قراص؟
اهو راس وسلام. مهم هي بتهديك؟ ها دماغك تعللت؟ الحمد لله. طيب يلا بينا بقى. على فين؟ هنروح المستشفى نزور المعلم زاهر. وهو المعلم زاهر الزيارة ممنوعة. لا معلش، ما أنا عملت اتصالاتي وحنقدر نشوفه. يلا مال يلا فايز، يلا مش هديت خلاص. قوم قوم يا راجل. الحياة يا جماعة مش ممكن أبدا. دول كلهم خمس دقايق يا دكتور وهنمشي على طول. اسف ما اقدرش. طب خليهم دقيقتين. اسف جدا جدا. هو انتوا تقربوا ايه للمعلم زاهر؟ استاذي يبقى شريكه وانا زي اخوه بالظبط. بصراحه يا جماعه المعلم زاهر زيارته ممنوعه منعا باتا. ليه؟ للاسف هو دلوقتي يعتبر في النزعه الاخيره. ايه ده؟ يعني هيموت؟ والله كل شيء باراده ربنا عن اذنكم. بعدين الشكل ده مش هنعرف نتفاهم مع الولد اللي اسمه وائل ده. بس وائل اعتقد انه بيطمع. هي المشكله مش مشكله فلوس، لو عايز فلوس هو ياخدها. المهم ان وائل دلوقتي مش هيعرف يتصرف طول ما المعلم عايش. طيب انا عندي فكره. ايه هي؟ ليه ما تنقلوا المطبعه في مكان تاني، في بيت مثلا؟ اهو البيت مش هيتهد زي الفل. اسمعني بس، اصل مش في المخزن، المخزن بتاع الفرن في أوضة صغيرة كده. أيوه. أهو بقى ما يفصلش المطاعة عن الأوضة دي إلا حيطة. حيطة؟ آه. بس مفيش لازق في الحيطة إلا دكان الساعاتي. أيوه. ما هي المطبعة في دكان الساعاتي ده. فهمت؟ تعالى ما تشوف هنتصرف إزاي. احنا رايحين على فين؟ على واحد. طيب انا عندي فكره. ايه؟ ايه رايك توصلني العربيه وانا اطلع منك على البيت؟ لا انا لازم اطمن والمدام بتدي لك الحقنه. وانا طفل اديني الحقنه وانا اروح اخدها في البيت. لا 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 اصلك انت صحتك تهمني، لازم اشوف المدام وهي بتديها لك. نروح مشوار صغير وبعدين نطلع على البيت. يلا اتفضل. ايوه كده يا بنتي الله يهديكي. هحاول يا ماما هحاول. ده انت لو لفيت الدنيا بحالها مش هتلاقي ضفره. ده مقطوع من شجره، ولا حد هيضايقك ولا انت تضايقي حد. انا حاسه انه اتغير، ما انكرش انه لطيف، لكن برضو انت عارفه يا حبيبتي شقته تساوي كام دلوقتي؟ ما هو مش ناوي يبيعها، هيعملها اتليه. اتليه؟ والاتليه ده مش هيجيب فلوس برضو؟ رضوى يا بنتي عايزه اسالك سؤال عشان اريح ضميري. ايه يا ماما؟ ايه اللي غيرك من جهته؟ يعني لو ما كانش البيت هيقب على وش الدنيا كنت فكرت فيه؟ الخير. جاهز الحاجه اللي قلت لك عليها؟ جاهز. اشكرك. ايه رايك؟ جميله. لمين دي؟ بعدين تعرف يا استاذ. يلا اتفضل. مدام اذا سمحتي انا اسف، هي زياره غير متوقعه. كان ممكن اجيب هديه احسن من دي. اتفضلي حضرتك.
ليه يا نديم؟ طبعا هو انا بعزه جدا، يعني لو كان ليا اخ ما كانش ممكن احبه زي فايز كده. فايز مين؟ قصدي غريب، غريب اخويا غريب. يلا بقى امال، يلا بقى هات الحقنه عشان ما اعطلكمش. حقنه؟ حقنه ايه؟ انا اتفضل. مش فاهمه حاجه. اسمعي، انا سمعت انك تضرب سرنجات وايدك خفيفه فيها. يعني مش بالظبط. صاحبي هذا مصر انه يديني سرنجه فيتامينات. كتر خيره يا اخوي. لا بس انا اقصد مش عايزك انت تضربيني اياها، لا تضربيها كده ولا كده، اضربيها برا، خليها تروح برا، وبعدين انا افهمك بالموضوع. ولا اقول لك قولي ما في سرنجه عندنا في البيت. انا مش فاهمه حاجه. انا بعدين افهمك الراجل برا. احنا اسفين ما حصلنا سرنجات ولا ايه؟ ده ما فيش سرنجه؟ معقول؟ مش لاقيه، مش لاقيه يا اخوي، مش لاقيه. على العموم ما تقلقوش انا جاهز. ادي الحقن. وادي الخرطوم. وادي الحقنة. ناقص حاجة. ايوه. المشرب. كده تبقى كل حاجة جاهزة. اتفضلي، جيبي الحقنة بقى لحسن عامل زي العيال وخايف من الدكتور وبيقول إن إيدك خفيفة أوي. اتفضلي. بقول لك ايه، خد يا اخويا اعملها انت، احسن دي جامده قوي، مش عارفه اعملها. ممتاز مدام. هاي ما تخافش يا اخويا، ما تخافش، ما تخافش. اوه ايدك المره هذه مي خفيفه. ما تخافش بالشفا، بالشفا ان شاء الله. هاي طيب افوت عليك انا بكره الصبح؟ لا معلش انا اجي لك في تاكسي، انا عندي شغل الصبح كده. طب ما تتاخرش. مع السلامه مدام، شاكرين على الحق. مع السلامة. طيب ايه التصرفات البلد دي؟ ازاي تغير كلون الباب كده فجأة؟ انت كنت تجيب نجار يكسر الباب. ايه اللي بتقوليه ده يا مديح؟ نجار ايه وباب ايه؟ هي دلوقتي بتلعب على المكشوف وانا تحت امرها. يعني عرفت؟ اكيد، وانا جاهز لها. طب تفتكر هتعمل ايه؟ ولا حاجه، هناء مخها قد كده اهو، وكل اللي عندها عملته، لدرجه انها بعتت اخوها حامد الشركه يمسك عليا اي حاجه في الحسابات. بس هتروح معايا فين؟
ده انا عبد الرحمن. عبد الرحمن يا ريت ما تعملش مشاكل مع هناء ونحلها ودي. هي اللي بدت، هي اللي بدت يا مديحه، حبت تولعها نار وانا ما عنديش مانع اشعلها لها حريقه. ما انا خايفه النار دي توسع وتحرقنا كلنا. يبقى انت ما تعرفيش جوزك وبعد العمر ده كله، او تعرفيه وبتستهتري بذكائه. عبد الرحمن الحكايه مش حكايه ذكاء، الحكايه ان انا مش عاوزه حرب. المشاكل كترت قوي من حوالينا، مش عاوزين نوسعها بمشكله جديده مع هناء. مشكله ايه وحرب ايه؟ انسي يا مديحه، ارمي ورا ظهرك وانسي. مش هتنام؟ ما راح اتغمض عيني حتى طلوع الفجر. ليه؟ في عندي مشوار بكره مفروض اعمله، اللي مفروض اعمله من زمان. بصراحه بقى انا حاسه كده انك انت اتغيرت اليومين دول، في حاجات بتحصل وانا مش فاهماها. علشان خاطري يا عزيزه لا تساليني عن شيء اليومين دول. يا ماما روح شوف البنت نايميه. صباح الخير يا حوت. الله، انا فين بدري كده عريس؟ رايح للشغل. ربنا يفتح عليك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. اطلع مديرية الأمن لو سمحت. واضح ان كل شكوكك في محلها. يعني افهم من كده اني انا ماني فايز؟ يعني مفيش حد باسم فايز. فايز دي شخصيه وهميه اخترعتها العصابه عشان تحطك تحت سيطرتها. طيب والجرايد اللي انا جايبها لك؟ جرايد؟ ادي يا سيدي الجرايد. مش دي النسخه اللي انت جبتها؟ دي نسخه الجريده الحقيقيه اللي ظهرت في نفس اليوم. النسخه دي غير دي. تزوير، تزوير يا غريب، بس في الحقيقة تزوير متقن جدا. عموما ده شيء مش غريب عليهم، ناس بتزور دولارات على مستوى عالي يقدروا يزوروا اي حاجة تاني. طيب والصور اللي في البيت؟ تركيب، اي مصوراتي محترف يقدر يعملها. والناس اللي عرفتني باسم فايز؟ ناس مين؟ قصدك السفراجي والست اللي كانوا في البيت؟ اي كلهم في العصابة، عملوا عليك تمثيلية. والمعلمين اللي انا بعت لهم السم الهاري؟ لا دول معلمين ولا انت بعت لهم حاجة. واللي كان في جيبك ده شوية ملح، ملح عادي جدا، بس هم عرفوا يسبكوها عليك كويس. يا ولاد غريب ما تشتمش. اسمعني كويس يا غريب، انا عايزك تساعدنا عشان نوصل للراس الكبيره. شفته هو اللي اعطاني الفلوس لما علاج المعلم زاهر. ده مش الراس الكبيره، الراس الكبيره اذكى من انه يقابلك او حتى يظهر لك. مفيش غير واحد بس اللي يعرفه، كمال. طيب والحبوب اللي ادوني اياها؟ خليك زي ما انت، اتظاهر قدامهم انك لسه بتاخدها. هم عن طريق الحبوب دي يا غريب عايزين يحطوك تحت سيطرتهم، ولو ادمنت يا بطل مش هتخرج من الدايره. ابتدوا معاك بالحبوب. الحمد لله، انا كل ما يدوني حبوب ما ابلعها، اتخلص منها. هاي عظيم جدا، بس خلي بالك لان واضح انهم مستعجلين جدا، عشان كده نقلوا معاك للحقن. اسمعني كويس، انت النهارده تعمل لهم فيها مجنون، تعرف؟
مجنون هيك فيهم طيح. قول لهم انك مش عايز الحقن وانك عايز الحبوب وان الحقن ما بتريحكش. قول لهم كمان انك فكرت تروح لدكتور. اعتقد انهم هيخافوا ويرجعوا معاك للحبوب. يعني حضرتك عايزني اجاريهم؟ يعني اسبوعين ثلاثة بالكتير. المطبعة دي احد انشطتهم يا غريب، مش كلها، دي عصابة كبيرة قوي وعايزين نلمها بضربة واحدة. ايه بس كيف اعيش في وسطهم؟ يا سيدي زي ما بيمثلوا عليك مثل عليه. ايه صعبة؟ بس خلي بالك، اختفاء السواق وصفية معناها ان القتل اسهل حاجة عندهم. السواق لما ساب نمرة العربية مش واضحة، وصفية لما زودتها معاك في الكلام اعتبروها خرجت عن النص المكتوب لها. طيب لما انا ماني فايز انا مين؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه مش هتاخد الحقن؟ انا طول الليل مجان النوم من السرير للحمام وبالعكس. معلش ده في الاول بس. انا بصراحه ما ابغى تجي، كنت ناوي ادور لي دكتور ثاني. دكتور ثاني ليه؟ انت مش واثق في الدكتور بتاعنا؟ اسيدي جل من لا يسو. على فكره ترى الاوبر دي ما راح اخذها مره ثانيه. لا هتاخد الحقن دي لانها احسن واسرع ومفعولها اطول. لا معلش ما راح اخذها، ودينا من الحبوب اللي عندك، ولا اقول لك اديني اسمها راح اجيبها من الصيدليه. تجيبها منين وانت هتلاقيها؟ معلش خليهم ثنتين. ها ثنتين؟ اتفضل. شكرا. فايز طيب خلي الولد يعمل لنا فنجالين. ها ماشي. كده عدلت دماغك بقى واسمعني. ايوه يا سيدي. في معلم ثاني نبيع له بضاعة يعني؟ ايه ده وائل؟ انا عايز وائل. وائل؟ ما انت شفت وائل. المفروض انك انت بتشتغل معاه في الفرن، وانت بقالك كم يوم ما بتروحلوش. أنا عايزك تلازمه وتعرف نقط الضعف اللي في شخصيته علشان نقدر نتعامل معه. المهم يبيع. بس الفرن باسم المعلم زاهر. حتى المعلم زاهر لو خرج من المستشفى مش هيقدر يقعد في الفرن. ولو وائل مش عايز يبيع لنا أهو ناخده في صفنا، يبقى من رجالتنا. المطبعة لازم ننقلها الأسبوع ده، لأن المحافظة ممكن تبدأ شغل في أي لحظة. أيوة بس الولد هذا دمه ثقيل جدا، وما أعتقد نعرف نتفاهم معاه. كل واحد له نقطة ضعف، لما تعرفها وتتعامل معاه هتكتشف إنه دمه خفيف جدا. يلا دلوقتي تطلع من هنا على الفرن على طول. حاضر. طيب كيف اتصل فيك؟ هنا في البيت. كل يوم بالليل هنتقابل ساعتين مع بعض. ممكن؟ ممكن. اتفضل على الفرن. طيب لو سمحت ادينا حبتين، ممكن يرجع وجع الراس ولا شيء. هات. اتفضل يا سيدي. تنكشت. السلام عليكم. مع السلامة. Thank you.
معلم زاهر توفى النهارده الصبح في المستشفى ودفناه. انا لله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوه الا بالله. الصبر كذب، كل ده كذب. ومالك متنرفز كده ليه يا اخ حامد؟ مش هي دي البيانات اللي انت حبيت تشوفها واللي بعتوك الشركه عشانها؟ البيانات دي غلط، الشركه بتكسب اكتر من كده بكتير. منين يا حبيبي؟ منين؟ ما كله على الورق. عبد الرحمن، انت عارف ان البيانات دي مخالفه للحقيقه. لو على البيانات دي ما كانتش تبقى اكبر شركه مقاولات في البلد. حدد يا حبيبي، حدد. حضرتك تقصد انهي شركه؟ شركه السلام للمقاولات دي تحت، ما نقصتش حاجه، اوضتين وصاله، احنا عاملينها مخزن حاجه كده للذكرى. انما الشركه اللي انت فيها دلوقتي اسمها شركه عبد الرحمن الاشموني للمقاولات. ولما انت عامل شركتين ليه بعض العمليات كنت بتدخل فيها باسم السلام وبعضها باسمك؟ شوف يا حامد، ده سؤال وجيه. انا بصفتي مدير شركه السلام اللي صاحبتها هناء واخواتها ورثت المرحوم سالم عطيه ولا عطله، فدي موجوده يا حبيبي ما نقصتش وبرضه ما خسرتش. بس مش معنى ان انا مدير شركه السلام ده يمنع ان انا يبقى لي شركات خاصه بيا، خاصة ان قرار تعييني مديرا لشركة السلام ما فيهوش احتكار لجهدي كله لحسابها. شفت بقى يا استاذ حامد؟ يعني الشركة اللي انت فيها دي شركتي انا، وكتر الف خيري ان انا كنت بدير شركة السلام من خلال شركتي وموظفينها وخبراتها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ملكوش عندي ولا مليم. والحق حبيب الله لكم اوضتين تحت، دول تحت امركم، وتقدروا تشغلوا شركة السلام من تاني، بس اقترح عليكم تعيين الأستاذ عباس مدير ليها، ده راجل كفء وعنده خبرة. بس ربنا يفك سجنه يا أخي. ده تحايل، هنرفع عليك قضية ونخرب بيتك. حطاء، أنا اقترح عليك تتعلم الأدب الأول، واقترح عليك تاني تتفضل دلوقتي لأني مش فاضي. شفت البجاحة بتاعت الهانم؟ بس هنا مش وقته. هنا برافو عليك، عرفت تنقي والله، فرحت لك من قلبي. عيب كده هنا، اتفضلي معايا جوه. مكسوف؟ ما يصحش بس الكلام ده هنا. وما يصحش ليه؟ خايف من فضايح حضرتك؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزه اكشفك قدام كل موظفينك يا محترم، عايزه اوريهم مديرهم على حقيقته. انا هقول لهم وكتر خيرك. يا جماعة، أنا كنت عايز أقول لكم، بس كنت مستني اللحظة المناسبة. مديحة تبقى مراتي، والشركة اللي الهانم بتتكلم عنها دي أنا مستلمها أوضتين في البدروم تحت، وأفتكر إن بعضكم اشتغل معايا فيها. اتفضلي يا هانم، خدي أخوكي واستلمي الشركة بتاعتك بالمكتبين اللي كانوا فيها. معلش يا جماعة، أنا كنت ناوي أعمل حفلة بس الظروف ما سمحتش. مديحة أفندم. لا مؤاخذة أخ، لا مؤاخذة، صرفي شهر مكافأة لكل العاملين في الشركة بمناسبة جوازنا. حاضر. ولا كلمة قبل ما نبلغ النيابة. يلا شد حيلك يا ابني. شد على الله لكل أجل كتاب. شكرا. الدوام لله يا سي غريب. لا إله إلا الله.
بقية في حياتك. حياتك الباقية. بقية في حياتك. الأستاذ كمال. تشرفنا بيه قبل كده. شرحي لك يا ولد. اتفضل. شكلك في وحش غريب. جزاك الله خير. هتطلقها؟ ليه؟ هستنى لما هي تطلب الطلاق، مش هكشف ورقي كله مرة واحدة. عبد الرحمن، أنا ابتديت أخاف منك. ليه؟ أنا ما عملتش حاجة غلط، ولا كنت عايزاني أكبر الشركة وأسلمها لهم بيضة مقشرة. اللي بتعمله صح ولا بيتهيأ لك إنه صح؟ ما تفرقش معايا يا حبيبتي، المهم انها مصلحتي. عبد الرحمن، اوعى في يوم من الايام تعمل فيا زي ما عملت في هناء. اوعى انت تعملي فيا اللي عملته هناء. احنا هنقعد نتكلم كده طول الليل. ايه، مش هنخرج؟ ليه؟ هنروح فين؟ نروح فين ايه؟ هنحتفل مع بعض بالمناسبه السعيده دي، اليوم اللي انتصرت فيه على هناء ورجعت لي فيه حريتي. مالك بتبصي لي كده ليه؟ خايفة من اليوم ده يا عبد الرحمن. يوم ايه؟ يوم مديحة. يعني ايه يوم مديحة دي؟ قصدك ايه؟ النهاردة يوم هناء، من عارف مش جايز بكرة يبقى يوم مديحة. انت يا حبيبتي حاجة وهي حاجة تانية خالص. ازاي؟ اقولك ازاي. هي اتجوزتني جواز مصلحة، وانا كمان اتجوزتها جواز مصلحة. كانت صفقة متكافئة، واخد بالك؟ صفقة مش جوازة متكافئة. هي بفلوسها، منكرش انها ساعدتني، بس انا كمان حفظت لها على فلوسها وكبرتها ونمتها. هي بقى لو كانت ست كويسة كانت احترمت ده كله وكنا بقينا كويسين، انما للأسف غرورها وغطرستها وإصرارها على انها تعايرني كل شوية بفلوسها كسر اهم حاجة في اساس حياتنا الزوجية، الحب والتفاهم والود. انما انت بقى حاجه تانية، طلعت لي في الوقت المناسب، كنت بدور فيه على قلب حنون ولقيتك. صفتي المحامي بتاعك انصحك تحل المساله معاه بشكل ودي. يا استاذ مجدي، طول السنين اللي فاتت وعبد الرحمن بيصرف من عائد الشركه، يعني بصريح العباره بيسرقنا. احنا عندنا مستندات تثبت كلامنا ده، اطلعت عليها كلها باسم عبد الرحمن الاشموني. الأستاذ عبد الرحمن كون شركة تانية خاصة بيه، وحساب الشركتين مفصولين رغم إنه هو اللي بيديرهم الاثنين. حسابات شركة السلام موقعة من محاسبين قانونيين لهم وزنهم، وأعتقد إنها مظبوطة. صدقيني يا مدام، الحل الوحيد عشان ما يكلكوش في التصفية هو الحل الودي. ده بني آدم ما ينفعش معاه التفاهم، هنتفاهم معاه إزاي بس؟ استني يا هناء، وتقترح إيه تاني؟ اصل مفيش قانون بيمنع اي بني ادم انه يدير شركتين في وقت واحد الا اذا نص عقد الشركه على كده. فين عقد اداره شركه السلام؟ مش موجود. الله، امال ازاي عبد الرحمن الاشموني بيديرها من غير عقد معاكم؟ احنا ما معناش اوراق بالشكل ده. ايوه، بس انا معايا عقد من المرحوم سالم السيد قبل ما يتوفى باداره الشركه. المرحوم يبقى والد هناء هانم؟ بالظبط يا متر، وهو في ايامه الاخيره وهو تعبان
عيني مدير على الشركة، الشركة كبرت وكسبت، أنا حسيت إنهم هيطردوني في يوم من الأيام، عشان كده أنا كونت شركة باسم عبد الرحمن الأشموني للمقاولات. ما استغلتش لشركتك أي شيء من شركة السلام؟ إطلاقا، دي حتى شركة السلام كانت بتدار من هنا من مكتبي. حسابات الشركتين منفصلة؟ طبعا. يعني ما حصلش استغلال من شركتك لشركة السلام؟ أبدا، بس في مشاريع دخلت باسم شركتي ومشاريع دخلت باسم شركة السلام. طب وأنهي شركة فيهم بقى حققت أرباح وأنهي شركة فيهم حققت خسائر؟ لا الاتنين كسبوا، بس طبعا بنسب متفاوتة. عايزني يا متر أرضى بالحسابات بتاعته، وأنا عارفة قد إيه سرقنا. عبد الرحمن بقى مليونير من فلوسنا اللي نهبها. أيوة، بس مفيش أي دليل على إنه نهب من شركتكو حاجة ولا سرقها. ده حتى من ذكائه ما حطش لنفسه مرتب كمدير، بالعكس انتوا اللي مدينين ليه، لانه كان بيدير شركتكم من شركته وبموظفين. هو كان رسمها من زمان، عشان كده اشتغل باسمه لحد ما كون اسم وعمل شركه بيه. طيب والحل يا متر؟ والله يا هانم انا شرحت لك كل شيء بوضوح وامانه، والوضع قدام حضرتك باين. يعني ايه؟ هنسيبه ينهبنا؟ هنسيب ثروتنا تروح على الارض؟ ما تعمل حاجه يا متر، ما تتصرف. اتصرف اعمل ايه يا هانم؟ ده قانون. ايوه لكن ده مش عدل. لا العدل ده مساله نسبيه جدا. يعني ايه يا متر؟ مش فاهم. يعني يا استاذ حامد، العدل اللي قدام المحكمه بيجي من المستندات، والمستندات اللي معانا ما بتقولش اي حاجه، ما تديناش الحق في اي حاجه، بالعكس ممكن تديله حاجات كتير. تديله يعني ايه يا استاذ؟ من غير انفعال يا هانم ارجوكي، ده انا المحامي بتاعك، هو انا الخصم. انا اسفه بس حضرتك بتقول كلام بيجنني، بدل ما ناخد حقنا نقوم احنا نديله. ايوه يا هانم، من حقه يطالب بمرتب، وبمرتب كبير جدا مقابل الفتره اللي اشتغلها كمدير عام، وما عندناش اي دليل على انه تقاضى اي مليم كمدير. وطبعا لما المحكمه هتحكم له بمرتب هتحكم له بمبلغ كبير جدا يتناسب مع حجم الشركه وحجم العمل وحجم الاستثمارات اللي تمت وحسن ادارته. حسن ادارته ده حرام يا متر. وبعدين يا استاذ حامد، ما هو مش معقول كده، مش هنعرف نتفاهم. انا عمال اشرح لحضراتكم وحضراتكم مش عايزين تقتنعوا، طب اعمل ايه؟ تتصرف يا متر، مش حضرتك المحامي بتاعنا؟ انا اسف يا هانم، ما اقدرش اخدعكم واديكوا امل ولو 1% في القضيه دي. وبعدين انتوا عارفين انا ما باخدش قضيه خسرانه. خسرانه؟ ارجوك يا هانم تملكي اعصابك. اتملك اعصابي بعد كل الكلام اللي انت قلته بتفهمني فيه ان احنا كل حاجه راحت من بين ايدينا؟ لا لا مفيش حاجه راحت ان شاء الله، هو بس الموقف هيظل على ما هو عليه. على فكره الموقف ممكن يفضل زي ما هو وممكن يتحسن في حاله واحده بس. ايه هي يا متر؟ انكم تدوني فرصه اتقابل معاه واحاول اتفاهم معاه بشكل ودي. اي حاجه ممكن ناخدها منه من التفاهم ده مكسب، انما القضيه لا. قلتوا ايه؟ اللي تشوفه يا متر. قال بعتلي المحامي يتفاهم معايا، فاكرني هخاف ولا عبيط؟ ايه ده؟ تلات اطباق ولا حاجة؟ يلا عبد الرحمن، انت ناوي تعمل معايا ايه؟ كل خير يا حبيبتي، طول ما انت لطيفة معايا يبقى كل خير. انا مش حامل لعبة من ألعيبك. انت ليه مديحة كل شوية تقولي لي الكلام ده؟ انا ما خدتش اكتر من حقي، هناء اللي مخها قد كده اهو، كانت متخيلة ان انا من غيرها ما سويش. ما كنا كويسين وكانوا بيقبضوا كويس، والعيله دي كلها المصونه كانت بتقبض اول كل شهر من عائد الشركه. اه يا خوفي في يوم ما تخدعني زيها. انا ما خدعتهاش، بس في شرع مين استلم شركه قطين في بدروم والاخر ياخدوا مني اكبر شركه مقاولات في البلد؟ غلط. انا الشركة دي أنا ياما سرت ليالي واتحرقت لغاية ما كبرت وكبرت وكبرت، وكل ليلة كانت تسمعني كلمتين إياهم، أنا زي ما عليتك أنزلك. طيب تدور بقى على الفلوس اللي كانت بتجيلهم أول كل شهر. طب هتطلقها إمتى؟ مش دلوقتي، لسه بدري. الفرن ده من ريحة المرحوم المعلم زاهي، وانا لا يمكن اسيبه يروح لحد غريب، وانا معتمد على الله ثم عليك يا سي غريب. باذن الله يا معلم،
انا كلمت اخويا في البلد هيخش معايا شريك، يعني باذن الله هنكون جاهزين بالفلوس. معلش يا معلم، يا ليت نستنى شويه لان الوائل بس يشم نفسه. بردك واجب بس مش كتير، انا ما اقدرش استحمل اشوف حد غريب داخل وخارج من فرن المعلم. سلام عليكم. سلام عليكم. الله يبارك فيك. شكرا يا معلم. عفوا يا ابني، خليك يا ابني خليك. يلا فرج، يلا روح رايح ساعتين، الفرن لازم يشتغل من بكره. ده كلام مظبوط، فرن المعلم زاهر مش لازم يتعطل ابدا. ابدا، وقولوا للحاره كلها العيش السخن هيطلع طاري وملدن، فرن المعلم زاهر مش هيقفل ابدا، وهنفضل على طول نعجن ونقطع ونخبز ان شاء الله. سلام عليكم. السلام. شكرا. معلش يا وائل، ولو ان الوقت مش مناسب لكن يا ريت تفكر في العرض بتاعي، لان الحقيقه انا خايف لحسن الشركاء اللي معايا يسحبوا عرضهم، وبصراحه لو بعت لي الفرن دلوقتي انا هدي لك اعلى سعر، بعد كده ما اضمنش. هتشاور مع اخواتي وارد عليهم. وانا يا وائل عايزك تعاملني زي اخوك الكبير، اذا احتجت اي حاجه انا تحت امرك، الناس لبعضها. وانت غريب مش ضروري تيجي النهارده، خليك مع وائل، انا عارف انك انت ماسك حسابات الفرن، عرفه اللي له واللي عليه، واي حاجه انا تحت امرك. استاذن انا بقى. طيب انت محتاج مني حاجه؟ لا 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 ابدا، خليك مع وائل. سلام عليكم. وعليكم السلام. شد حيلك. شد على انا متشكر يا غريب، متشكر على كل اللي عملته. لا شكرا الا على واجب يا وائل. والدك المعلم زاهر الله يرحمه مو والدك لحالك، ده والدنا كلنا. اللي اعرفه انك كنت فران زي فراج، انما هذه حكايه شرحها يطول. انت عارف انا تعرفت على الاستاذ كمال في المستشفى بعد ما صدمتني العربيه لاني كنت فاقد الذاكره. والحقيقه الاستاذ كمال تبرعت له بدمي في المستشفى، فبدا يدور علي ويلف علي لين حصلني، وبعد كذا شغلني عنده. بس الأول والأخير الفرن، فرن المعلم زاهر. مسكت حسابات الفرن يا غريب؟ هو الحقيقة ساعدته في بعض الحسابات يعني. طب يا ريت تمسك حسابات الفرن من بكرة، واللي أنت عايزه أنا تحت أمرك فيه. أنت عارف يا وائل، لو خلص جاز الفرن أنا مستعد أرمي نفسي جوا النار وأولعه، لأن والدك الله يرحمه سكن عظامه الجنة له فضل علي، وانا لا يمكن اقدر اسدد جزء ولو بسيط من فضله علي. فراج قم من جوا، الوقت برد، قم، الليل بيجي وبيصير بارد. مش مهم بعد المعلم، مش مهم اي حاجه يا فراج، علشان خاطر المعلم تنتبه لصحتك وتنتبه للفرن وتنتبه للوائل. الاستاذ وائل زي اخويا تمام، انما المعلم كان حاجه تانية خالص يا غريب، كان حتة سكر يا فراج. وائل برضه ابنه، وائل محتاج من يفهمه ويفهمه. فهمه؟ فهمه ايه؟ يا فراج محتاج انك تفهمه، وائل ما يفهم شيء عن الفرن، يجب انك توقف معاه، وانا مستعد اوقف معاكم. حتى انت غريب ما بقتش غريب بتاع زمان، من ساعة ما طلع لك صاحبك ده. يعني علشان لبست البدلة هذه تغيرت؟ أبداً يا فراج، غريب زي ما هو غريب، واللي جواه زي ما هو، ما تغير إطلاقاً. لا غريب، حتى اللي جواك تغير.
طب ده انا متهالي ما بقتش تعرف تعجن ولا تخبز ولا تقطع. غريب، انا مش قادر افهمك. طيب لو اطلب منك طلب تديهولي؟ انت تؤمر، لو تطلب عناية مش هضن بيهم عليك. معلش يا فرج، انا عايزك تستحملني اليومين دول وبعدها هفهمك على كل حاجة. ماشي؟ شفت مش بقول لك اتغيرت؟ الغريب بتاع زمان ما كانش بيخبى عليا اي حاجة. تصبح على خير. غريب. ايوه معلم صديق. انا مش عارف اشكرك ازاي عشان اللي عملته عشان خاطر المعلم. لا يا معلم، لا شكرا على واجب. المعلم له افضال عليا كثير، وبعدين انت عارف انا ازاي دخلت الحاره. عارف، عشان كده مش مصدق ان الواقف قصادي دلوقتي يبقى غريب. لا صدق يا معلم، انا غريب وبفضل غريب ولا يمكن اتغير ابدا. طب تعال نقعد مع بعض حبتين. اتفضل يا معلم. انا بلغني ان المعلم وصاك على الفرن. تقوم تروح تجيب مشتري؟ ايش حال لو كنتش مفهمك ومكلمك ان انا عاوز الفرن؟ هو في الواقع الاستاذ وائل بلغني انه بيبيع الفرن، فرحت جبت له واحد بدل ما اجيب له واحد غريب. يعني كمان اسمه كمان، مش كده؟ انت ايش عرفك يا معلم؟ حارتنا صغيره وما فيش حاجه فيها بتستخبى. ثم ان انا كلمتك، هو انا حد غريب؟ انت ناوي تشتغل الفرن يا معلم؟ الله، ما احنا لسه بنتكلم اهو، القهوه وهتتهد. اقعد انا من غير شغل؟ ايوه، بس الاستاذ وائل جايز يطلب مبلغ كبير، وانت عارف ان الفرن مساحته واسعه ويمكن يهده. الله، ما يمكن صاحبك برضو عنده نفس التفكير. الارض الفضة تجيب اكتر من الرغيف ابو شيلي. عاوزك تشوف لي صاحبك هيدفع كام، واذا كان في مقدوري ادفع زيه يبقى انا اولى. حاضر يا معلم. توعدني ولا هتبدي صاحبك عليا؟ هو الحقيقة يا معلم أنا إلى الآن ماني مالي إيدي من الأستاذ وائل، وبعدين لا تنسى الأستاذ وائل ماني عارف إيش بيسوي مع الورث. ولاد المرحوم أنا عارف، اتنين متجوزين وعايشين في بلاد برة، والبنات هنا، والأستاذ وائل هو الابن الوحيد اللي قاعد هنا لكنه عايش في المنصورة. اسمع غريب، وائل حيبيع الفرن، وأنا مش عاوز رجلي غريبة تتمد فيها. حاضر يا معلم، بس برضو إلى الآن أنا ماني مالي إيدي من الأستاذ وائل، ولا أنا عارف إيش بيسوي مع الورث. طيب عاوزك تعرف لي من صاحبك هيدفع قد إيه؟ ها؟ توعدني؟ أوعدك يا معلم. بالسلام. صباح الخير. هودة. أيوة معلم. شوف فراج يشرب إيه. تشرب بس في الراب.